لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد هذا الفاصل. السلام عليكم. حول تدويل قضية العراق، نشر صحيفة الميثاق الوطني العراقي مقالا للكاتب أحمد صبري، جاء فيه: لا يختلف اثنان على أن التداعيات الكارثية التي سببها الاحتلال الأمريكي للعراق تتوالى فصولا من دون أمل لإخراجه من دائرة الاستقطاب جراء هيمنة طبقة سياسية مرتبطة بالمشروع الإيراني وأهدافه في المنطقة، ما يتطلب البحث عن خيارات بديلة تخرج العراق من مستنقعه، لا سيما الذهاب إلى خيار التدويل رغم صعوبته، إلا أنه بات خيارا قد يوقف التغول الإيراني وتنامي أنيابه الطائفية في المجتمع العراقي. وأيضا ما ذهبت إليه ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت في إحاطتها في مجلس الأمن الدولي عندما أقرت بفشل العملية السياسية وفساد رموزها، رغم أنها متأخرة إلا أنها كانت رسالة ومؤشرا على قلق المجتمع الدولي من تداعيات ما يجري في العراق. وما يساعد المضي في هذا الخيار أن الولايات المتحدة الأمريكية بررت غزوها واحتلالها للعراق كان بذريعة تهديده للأمن القومي الأمريكي وحيازته على أسلحة محرمة دوليا، فإن تداعيات هذا الاحتلال الذي جاء خارج سياقات المنظمة الدولية وتقاطعه مع شرعنتها ما زال ينغص حياة العراقيين وتطلعاتهم بوطن آمن. لقد تسبب احتلال العراق وبعد مرور 19 عاما على حدوثه إلى تربع العراق على ذيل قائمة الدول الفاشلة، أمواله منهوبة، وتسيدت طبقة سياسية فاشلة على شؤونه أدخلت العراق في النفق الخانق الذي يتخبط به من دون أمل بتدخل دولي لوقف انهياره تماما. وهنا تكمن مسؤولية المجتمع الدولي في ولايته، ولا سيما الدولة التي تسببت في الدمار والفشل الذي يعانيه العراق جراء غزو واحتلال غير شرعي لدولة ذات سيادة أسقطت نظامه وحولته إلى حلبة لصراع قوى طامعة بأرضه وثروته ومياهه ومستقبله أمام أنظار العالم، من دون أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذا المسلسل الذي يتوالى فصولا خلال السنوات الماضية. إن ما يجري في العراق يوصف بأنه كوميديا سوداء يتبارى فيها أركان الطبقة السياسية وأنيابها المسلحة الطائفية على المصالح والامتيازات، ناهيك عن فشلها في إدارة شؤون العراق، الأمر الذي يتطلب تدويل القضية العراقية لانتشال دولة كانت موحدة ومستقرة وقوية ومهابة من أجل وضع الدولة التي غزت واحتلت العراق أمام مسؤوليتها القانونية والأخلاقية لتصحيح المسار ووضع العراق على سكة الأمن والاستقرار، لمنع استمرار دخوله في متاهات المجهول وانتشاله من وضعه المزري الذي يوصف بالكارثي. إلى صحيفة إيلاف ومقال الكاتب إبراهيم الزبيدي يقول فيه: اتهم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل بإثارة الاضطرابات. ووفقا لوكالة مهر الإيرانية للأنباء، قال في حفل تخرج مشترك لطلبة جامعات ضباط القوات المسلحة إن هذه الاضطرابات وانعدام الأمن من تصميم أمريكا والكيان الصهيوني، وقد ساعدهم أيضا بعض الإيرانيين الخونة في الخارج. هذا ما يراه النظام الإيراني في انتفاضة جماهيره الإيرانية المسالمة التي كسرت حاجز الخوف وأصبحت لا تقبل بأقل من سقوطه المحتوم، ولكن كان له في انتفاضات وتظاهرات أخرى في بلاد أخرى وتحديدا في البحرين والعراق مواقف أخرى بحاجة إلى أن نذكر قراءنا بأخبارها. ولكن ماذا عن أتباع إيران في العراق وأماكن أخرى؟ منذ أن تملكوا السلطة في شهر نيسان أبريل عام 2003 لم يشغلوا أنفسهم بهموم أبناء الطائفة أو القومية التي قطفوا ثمار مظلوميتها، بقدر ما غرقوا في الامتيازات والمكاسب والرواتب والمخصصات والمساكن وتهريب الملايين والمليارات وتزوير الشهادات. وإيران التي انتفضت غضباً ودفاعاً عن معارضي صدام حسين وخصوم حكومة البحرين بالأمس هي نفسها التي قمعت معارضيها الإيرانيين بالأمس وتقمعهم اليوم بهمجية بالغة.
ومنهم إسلاميون من داخل الخيمة الخمينية نفسها بأبشع أنواع الردع والإرهاب، وهي التي تخرج اليوم على العالم من دون حياء لتحكم على مواطنيها المتظاهرين السلميين في المدن والقرى الكردية والبلوشية والأفغانية والعربية بالعمالة والخيانة، وتأمر أجهزتها القمعية المسلحة باستخدام الرصاص الحي والإفتاء بأن قتلهم حلال. يقول الكاتب حسن نافع في مقال نشرته صحيفة العربية الجديد: لم يعلن أي من الأطراف المشاركة في المفاوضات غير المباشرة في فيينا بين الولايات المتحدة وإيران منذ ما يقرب من 18 شهراً عن فشلها أو توقفها رسمياً، على الرغم من أنها تجمدت عملياً منذ أكثر من شهرين ونصف الشهر. هدف إيران الأساس من هذه المفاوضات إلغاء كل العقوبات التي كانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق ترامب قد فرضتها عليها عقب انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي عام 2008 أما الولايات المتحدة فهدفها الأساس الحيلولة دون تمكين إيران من امتلاك سلاح نووي أو الوصول إلى المستوى العلمي والمعرفي الذي يتيح لها القدرة على تصنيع هذا السلاح الرادع في حال اتخذت قراراً بتصنيعه. كانت مفاوضات فيينا قد شهدت حالات مد وجزر ومرت بأوقات عصيبة قبل أن تنفتح الآفاق عن أجواء من التفاؤل بقرب الوصول إلى تفاهم. فجأة توقف كل شيء وبدأت الأوساط الرسمية الأمريكية وكذلك معظم وسائل الإعلام الغربية توجه سيلاً من الانتقادات إلى إيران المتهمة بتعمد عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بامتناعها عن تقديم إجابات مقنعة على أسئلة تتعلق باكتشاف آثار يورانيوم مخصب عثر عليها في مواقع إيرانية متفرقة. لكن ماذا بعد توقف مفاوضات فيينا أو وصولها إلى طريق مسدود؟ من الواضح أن البدائل المتاحة أمام الولايات المتحدة وإن كان السبب الحقيقي وراء هذا التوقف تبدو محدودة وقد لا تخرج عن واحد من ثلاثة: الأول أن تقرر إدارة بايدن الانسحاب منها نهائيا واعتماد سياسة العقوبات القصوى من جديد، مع السعي في الوقت نفسه إلى دعم المحاولات الرامية إلى تغيير النظام الإيراني وتقديم كل المساعدات الممكنة للقوى المعارضة للنظام الإيراني سواء التي تعمل من داخل إيران نفسها أو من خارجها، وهذا هو البديل الذي تفضله إسرائيل وتسعى منذ مدة إلى دفع إدارة بايدن نحو اعتماده وتبنيه. ومن المتوقع أن تزداد ضغوطها حدة في هذا الاتجاه، خصوصا في حال تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة يمينية متطرفة في إسرائيل، غير أن فرص تبني إدارة بايدن هذا البديل تكاد تكون معدومة، وذلك لأسباب عدة، فالرهان على إسقاط النظام الإيراني من الداخل قد يكون خاسرا. تحت عنوان لماذا توجه الدولة الألمانية عنصريتها نحو الفلسطينيين الآن، نشر موقع ميدل إيست آي البريطاني مقالا للكاتب جوناثان كوك تحدث فيه عن عنصرية الدولة الألمانية التي أصبحت الآن موجهة بشكل متزايد نحو الفلسطينيين، وذلك من خلال تكميم الأفواه المناصرة للقضية الفلسطينية تحت حجة معاداة السامية. وشدد الكاتب على أن قرار مجتمع الفنون الألماني إلغاء جائزة مرموقة مدى الحياة للكاتبة المسرحية البريطانية كاريل تشرشل بسبب دعمها القوي للفلسطينيين يسلط الضوء على العنصرية الأوروبية الحديثة، وأكد أن من المفارقات أن الهولوكوست أصبحت بمثابة ذريعة للأوروبيين لافتراض أنهم متفوقون أخلاقياً على الآخرين. القرار الألماني إلغاء جائزة مرموقة للكاتبة المسرحية البريطانية كاريل تشرشل بسبب دعمها القوي للفلسطينيين يسلط الضوء على العنصرية الأوروبية الحديثة، على أنه عكس الثقافة الأوروبية التي تحول الفلسطينيين إلى ظلال غير مرئية تضع المسرحية المعاناة في غزة في سياقها من خلال سلسلة من المونولوغات يكافح فيها كل جيل من الآباء اليهود
العهود لتحديد الحقائق التي عليهم إخبارها لأطفالهم وما يجب إخفاؤها، سواء بشأن ما عاشوه من أهوال في أوروبا أو الجرائم التي ينطوي عليها إنشاء إسرائيل وقصف غزة، وتلمح المسرحية إلى حقائق غير مريحة وكيف يمكن للمظلوم أن يتحول إلى ظالم، وأن الصدمات لا تشفى بالضرورة وأن آثارها يمكن أن تكون معقدة ومتناقضة. الكاتب يرى أن أحد الاستنتاجات التي يمكن استخلاصها من إلغاء جائزة كاريل تشيرشيل هو أن النخب الألمانية فشلت بشكل واضح في استيعاب الدرس الرئيسي للهولوكوست، ومن المسلمة أنه يجب ألا نتسامح أبداً مع شيطنة الفئات المضطهدة والمهمشة والمتضامنين معها، خاصة عندما تكون الدولة نفسها وراء هذه الشيطنة، لأن هذه هي الطريقة التي تؤدي إلى المذابح. قال صحيفة الجارديان إن فلسطين حاضرة بقوة في كأس العالم الذي ينظم في الشرق الأوسط للمرة الأولى مقابل حضور إسرائيلي ضعيف ومنبوذ، رغم أن الطرفين لا يلعبان في البطولة. ولفتت الصحيفة في تقرير لها أن مقاطع الفيديو التي انتشرت كالنار في الهشيم أظهرت مشاعر الكراهية ضد إسرائيل بين الجماهير العربية المشاركة في المونديال، مع أن كان الكثير من حكوماتهم قد أبرمت اتفاقيات التطبيع وبدأت في بناء علاقات تجارية وأخرجت تعاونها الأمني إلى العلن. في أحد مقاطع الفيديو يظهر مشجع كرة قدم مصري وهو يبتسم بهدوء بينما كان مذيع إسرائيلي يقدمه للجمهور على الهواء، ثم يقترب المصري من الميكروفون يوجه رسالته قائلاً تحيا فلسطين. وفي مقطع آخر من شوارع الدوحة هذا الأسبوع تظهر مجموعة من الرجال اللبنانيين وهم ينصرفون عن مقابلة حية مع مراسل علموا لتوهم أنه إسرائيلي، يصيح أحدهم في وجهه لا يوجد إسرائيلي إنها فلسطين. تدفق مئات الآلاف من الناس من كل أنحاء العالم على قطر هذا الأسبوع لمشاهدة مباريات كأس العالم، كانت تلك عينة من المواجهات المربكة التي وقعت بين مشجعي كرة القدم العربي والصحفيين الإسرائيليين. ما لبثت هذه المقاطع أن انتشرت كالنار في الهشيم عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط لتشكل واحدة من كثير من مصادر احتكاك السياسي في البطولة التي لم تنفض عن كاهلها ما لا يحصى من القضايا المثيرة للجدل. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. العراق قصيدة الشعراء، الحاضر الدائم بأصوات عراقية وأخرى عربية. ودجلة والفرات العذب ملح أجاج من دموع المتعدين، عراق المجد والتاريخ يشكو فراق الأهل والمتعاطفين. كثيرون من يتطلعون بإبداعاتهم إلى انتزاع حرية مأمولة وحياة تليق بشعوب تستحق. الصاعدون إلى السماء جهارا رسموا لمن ورث الثرى آذارا، وتكاثفوا في الغيم حتى يهطلوا في حضن بغداد الهوى أنصارا. محمد سيدي فاضت بك النعم وليس دونك دين فيه نعتصم. تابعوا برنامجنا أسبوعياً على شاشة قناة الرافدين.
بيت القصيد، الكلمة التي تصنع الأثر وتسعى إلى تحقيق الأفضل وتنتصر للإنسان. داخل مكتب للهندسة المعمارية شمالية قطاع غزة، ينشغل طاقم هندسي بتصميم نماذج لأبنية أثرية يزيد عمرها عن قرن من الزمان، تقع داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة. تلك النماذج المصنوعة من الكرتون المقوى وبعض المواد البلاستيكية المتواضعة تطابق في تصميمها الخارجي الشكل الأصلي للمباني الأثرية، ويرفق الطاقم الهندسي كل مجسم بلوحة تظهر اسم المبنى وصورا له مع معلومات تاريخية عنه ونسخ عن المخطط الهندسي التأسيسي، فضلا عن توضيح الواقع الحالي الذي يشهده المبنى بعد وقوعه تحت الإدارة الإسرائيلية. كما ألحق المهندسون تلك المجسمات بتصاميم ثلاثية الأبعاد لتمكين الأفراد من معاينة تفاصيل هذا المبنى ومعايشته بشكل أقرب للواقع. يحظى مسجد الحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة بإقبال من جماهير في بطولة كأس العالم للتعرف على الإسلام، ويصعب الدخول إلى المسجد توعية بالإسلام وسماحته من جانب دعاة رجال ونساء يتحدثون لغات عديدة، وترتدي الزائرات للمسجد ملابس تناسب خصوصية المكان، وأبدت كثيرات إعجابهن بهذه الملابس، واستمعنا إلى شروحات عن الدين الإسلامي وأهمية المسجد. وعلى باب المسجد توجد لوحات تعريفية إلكترونية عن الإسلام بأكثر من 30 لغة يمكن للزوار الاطلاع عليها عبر هواتفهم، كما يقدم الدعاة للزوار من جنسيات متعددة كتيبات للتعريف بالإسلام بلغات مختلفة. الآن نتابع فيديو اليوم الذي اخترناه لكم من مواقع الصحف. إن كنت تعتقد أن الحروب عن النفط والغاز فقط فأنت مخطئ، فهناك حرب جديدة تدور رحاها في السماء بسبب سرقة الأمطار. قد يبدو الأمر ضرباً من الخيال، لكنه تحول إلى حقيقة مع تفاقم أزمة الجفاف وتسابق الدول من أجل استمطار السماء. فما هي هذه التقنية؟ ولماذا تتنافس الدول عليها؟ تلقيح الغيوم. تقنية استمطار السحب تستخدم لتعديل الطقس وتحفيز السحب على إنتاج الأمطار عبر تلقيحها بمواد كيميائية مثل يوديد الفضة ويوديد البوتاسيوم والثلج الجاف. تقوم طائرات خاصة برشها على الغيوم غير الممطرة، ورغم تطوير هذه التقنية لكنها ما زالت تواجه عديد التحديات مثل القدرة على التحكم في اتجاه الرياح حتى لا تسحب الغيمة بعيداً، والتحكم في نتيجة الاستمطار لأنه في المناطق الحارة قد تتبخر قطرات المطر قبل الوصول إلى الأرض. سلاح جديد في وجه التغير المناخي. أمام تفاقم أزمة الجفاف وندرة المياه التي تقلصت بسبب التغيرات المناخية وقلة التساقطات وارتفاع عدد السكان، وأمام ارتفاع كلفة تحلية المياه المالحة، لم يبقى أمام الدول من حل غير اعتماد تقنية تلقيح السحب والدخول في سباق لتطوير المواد المستعملة فيها لضمان موارد مائية مستدامة. حروب سحابية. نجاعة هذه التقنية وانتشارها لم يمنع الدول من التنازع بسببها، ففي 2018 شهدت إيران موجة جفاف غير مسبوقة لدرجة اعتقاد بعض المسؤولين الإيرانيين أن هناك من يسرق أمطارهم. وفي خطاب ألقاه المسؤول في الحرس الثوري الإيراني العميد غلام رضا جلالي نقلته صحيفة نيويورك تايمز، قال إن إسرائيل ودولة أخرى تعملان معاً لجعل السحب الإيرانية لا تمطر.
الهند من جانبها اتهمت الصين باستخدامها تقنية الاستمطار لسرقة الأمطار الهندية وتعطيل أنماط وفترات الهطول والمساهمة بزيادة حدة الجفاف. نلقاكم بإذن الله.